ده بيبيع ولاد النادي. بيبيع ايه؟ ولاد النادي. ولاد النادي. اولا مفيش ولاد النادي في نادي الزمالك. مفيش ولاد النادي. تمام. في واحد لعب 3 4 سنين اللي كان اساسا مش زملكاوي وجي بقى زملكاوي ما لعب في الزمالك. تمام. ومش متربي زينا واحنا عيال صغيره في نادي الزمالك. في نادي الزمالك وبنحب نادي الزمالك وبنموت في نادي الزمالك وبنعشق نادي الزمالك وضحينا بفلوس كتير عشان نادي الزمالك ونعمل اي حاجه عشان نادي الزمالك وانا توقفت في برامج عشان نادي الزمالك ومشيت في رزقي وعشان نادي الزمالك كل ده عشان نادي الزمالك. فتيجي تقول لي مثلا هديك امثله. ايه اللي حصل احمد الشناوي؟ في ناس مثلا دلوقتي احمد الشناوي راح بيراميدز. فاحمد الشناوي الناس. طب انا اقول لك على حاجه. اتفضل. فاحمد الشناوي بالذات في المشي ده انا موافق على احمد الشناوي. انا بص يعني بصراحه مفيش بني ادم هيمشي. بص مفيش بني ادم هيمشي الا بمزاجه.